على هامش فعاليات كوب 27 أجرت زميلتنا سالي سالم لقاء مع وزيرة الثقافة، والحقيقة أن وزارة الثقافة كان ليها دور مهم في مؤتمر المناخ اللي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ. هنشوف مع حضراتكم هذا اللقاء ونرجع نكمل الكلام. ونحن هنا بصدد الحديث تحديدا عن وزارة الثقافة المصرية والفعاليات التي تتم والأنشطة سواء المقامة هنا في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء، ويكون لنا هذا اللقاء مع وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني. أنا برحب بحضرتك في البداية على شاشة التلفزيون المصري. يعني مشاركة وزارة الثقافة تتجلى في هذه النسخة من المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، سواء من الفعاليات الصباحية أو حتى المسائية التي يشارك بها العديد من وفود الدول المختلفة، تحدثينا عن هذا الأمر، تفضل. وزارة الثقافة الحقيقة استعدت للمشاركة في الفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كوب 27 من قبل ما يبدأ بعدة شهور عن طريق مجموعة من الفعاليات الثقافية في القاهرة والمحافظات، متمثلة في بعض الندوات والمحاضرات للتوعية بأهمية إدراك خطورة التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخصوصا على الحياة الثقافية، لأن احنا عندنا التراث الثقافي في مصر يعني مدرك تماما لأهمية الحفاظ على البيئة منذ قديم الأزل. وطبعا البرديات القديمة بتتحدث عن تقديس نهر النيل والحفاظ عليه، ويعني كان من أهم التوصيات للآلهة والحكماء القدماء في مصر القديمة أنه لا تلوث مياه النهر. فطبعا نهر النيل مقدس منذ قديم الأزل في الثقافة المصرية القديمة. الفعاليات اللي قدمتها وزارة الثقافة كانت متمثلة في ندوات توعية وخاصة للأطفال في قصور الثقافة في محافظات مصر المختلفة، وأقاموا مجموعة من المسابقات للأطفال يعني بيعبروا فيها عن مفهومهم لخطورة التغيرات المناخية وأثرها على الحياة. ده بالنسبة للاستعداد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإصدارات قدمتها الهيئة المصرية للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة. هنا في شرم الشيخ كان في الجناح المصري لوزارة الثقافة بيعرض مجموعة من الحرف التراثية اللي موجودة في أقاليم مصر المختلفة، وبيظهر التنوع الثقافي الموجود وبعض المعروضات في المناطق المفتوحة في المنطقة الزرقاء. كان لبعض الأعمال التشكيلية اللي معمولة من مخلفات البيئة زي الخردة والحديد الخردة والألمنيوم وهكذا. ده إلى جانب مجموعة من الندوات التثقيفية عن العمارة البيئية القديمة، وإحنا لما نتحدث عن العمارة المصرية القديمة فلازم نذكر طبعا المعماري القدير حسن فتحي. في مجموعة من المشروعات بترعاها وزارة الثقافة بالتعاون مع اليونسكو، أهمها إحياء مدينة القرنة في الأقصر، وهي مدينة قائمة على العمارة المصرية القديمة اللي هي قرية حسن فتحي في القرنة، إلى جانب مشروع آخر في سيوة وهو إعادة إحياء مدينة شالي السيوة في سيوة، لأن يعني فيها منازل كثيرة تهدمت بفعل الأمطار، وإحنا عارفين أن المباني هناك بيئية كلها عبارة عن الطين والملح بنسب مختلفة بالضبط كده، فهي عمارة بيئية ودي من التراث المصري القديم. إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الفنية بتقدمها فرق قصور الثقافة، فرقة الباليه المصرية قدمت عرض فنون مصرية، ومجموعة من الموسيقيين قدموا بعض العروض في المنطقة الخضراء. إحنا عندنا يوميا 4 مواقع فيها عروض للرقص الشعبي من مختلف أنحاء مصر، مكونة من 8 فرق بيتبادلوا العروض في 4 مواقع يوميا، إلى جانب كرنفال راقص يومي في الممشى السياحي في خليج نعمة. فطبعا إحنا يعني حريصين على تقديم التراث المصري بجميع أشكاله، وحريصين على تقديم التنوع الثقافي الكبير اللي موجود في مصر من خلال عروض الرقص الشعبي اللي بتقدمها فرق هيئة قصور الثقافة.
يعني لو تحدثنا عن الجناح المخصص لوزارة الثقافة داخل القاعة الخاصة بالحكومة المصرية في المنطقة الخضراء، هذا الجناح يحتوي على العديد من المعروضات من مختلف المحافظات. تفاصيل هذه التجميعة لهؤلاء الحرفيين بهذه المنتجات المصرية، ويمكن أنا شخصيا تابعت ودخلت شفت المعروضات وإقبال الناس والوفود وانبهرهم بهذه المنتجات. المنتجات دي من مناطق مختلفة. أول مكان معمولة متقدمة المنتجات بتاعته مركز الحرف التراثية، وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. هذا المركز بيحرص على الحفاظ على الحرف التراثية عن طريق ندوات وفعاليات ثقافية ودورات تدريبية للشباب المهتمين بالصناعات التراثية من خلال برنامج صناعية مصر. صناعية مصر ده بيقدم دورات تدريبية للشباب في الحرف المختلفة، إذا كان طرق عن النحاس أو تصنيع الخشب والصدف والحلي الفضة والخزف والخيامية، جميع الصناعات التراثية المشهورة بها مصر. وفي نهاية المدة بيعملوا معرض، وصندوق التنمية الثقافية بيساعدهم إنهم يسوقوا المنتجات بتاعتهم من خلال المعارض اللي بتقيمها وزارة الثقافة زي المعرض بتاع كوب 27. وفي نفس الوقت هما بيبدأوا المشروعات الصغيرة بتاعتهم بالحرف اللي تعلموها. ده فيما يخص مركز الحرف التراثية. صندوق التنمية الثقافية كمان من مهمته إنه بيدعم بعض الجمعيات الأهلية وخاصة العاملة في الصناعات التراثية في مختلف أنحاء مصر. فالجناح فيه مجموعة كبيرة جدا من العارضين من مختلف المحافظات، من الجمعيات اللي بتتعاون وتلقى رعاية من الصندوق زي صناعة التلي في سوهاج، الصناعات النسيجية من العريش ومن سيوة ومن مطروح ومن النوبة. ففي تنوع كبير جدا من المعروضات، وكل اللي موجودين بيتعاملوا مع صندوق التنمية الثقافية سواء كان دعم أو مساهمة في عرض وتسويق المنتجات لهذه الجمعيات. التغيرات المناخية وهي المحور الأساسي في هذه النسخة، علاقة التغيرات المناخية بالتراث المصري والثقافة المصرية وأيضا الثقافة والتراث بشكل عام في العالم، ما تقوم وزارة الثقافة بإبرازه في هذه النسخة لتوجيه الآليات الخاصة بالثقافة في مكافحة التغيرات المناخية؟ طبعا يعني مبدئيا لازم يكون في برامج توعية وخاصة للأطفال وللشباب لإدراك أهمية خطورة التغيرات المناخية وتقديم بعض المبادرات المهمة اللي من شأنها تحافظ على البيئة وتقاوم التغيرات المناخية. ووزارة الثقافة الحقيقة بصدد يعني الإعلان عن إنشاء أول قصر ثقافة صديق للبيئة، وحيكون في منطقة أسوان إن شاء الله، وحتتبعه عدة قصور أخرى وخاصة في المناطق اللي البيئة فيها لسه تتمتع بسمات بيئية محافظة طبيعية عليها لغاية دلوقتي طبيعية. حيكون تصميم وبناء هذه القصور من البيئة اللي موجودة فيها على اختلافها في أنحاء مصر إن شاء الله. يعني متابعتنا للفعاليات الفلكلورية والثقافية والأنشطة الراقصة اللي موجودة في أنحاء مدينة شرم الشيخ، تفاصيل هذه التجميعة فندم لمحاولة إبراز الثقافة المصرية واللي أعجبت كل الوفود المشاركة سواء في المنطقة الخضراء أو أيضا في خليج نعمة. إحنا كنا حريصين الحقيقة إن إحنا نقدم للضيوف في هذا الوقت القصير نماذج مختلفة من الفنون التراثية في أنحاء مصر كلها، فجاءت الفكرة إن إحنا نجيب فرق قصور الثقافة من المحافظات المختلفة علشان نظهر التعدد الثقافي الكبير والغناء التراثي اللي موجود في مصر. فطبعاً من خلال العروض اللي موجودة دي جميع المشاهدين طبعا من ضيوف مصر الأجانب والسائحين اللي موجودين في مدينة شرم الشيخ اللي حضروا العروض كأنهم زاروا الأماكن اللي بتقام فيها العروض وتعرفوا على
البيئة من خلال الأزياء والغناء والموسيقى الشعبية بتاعتهم وطريقة الأداء. أخيرا معالي الوزيرة، هل تم توقيع أي مبادرات أو إطلاق أي مبادرات أو توقيع اتفاقيات في هذه النسخة ما بين وزارة الثقافة ووزارات الثقافة في الدول المختلفة أم لا؟ إلى الآن لم يتم التوقيع، ولكن إحنا بصدد الاتفاق على مجموعة من البروتوكولات مع بعض وزارات الثقافة، وفي مقدمتهم طبعا وزارة الثقافة الأردنية، وحيكون في توقيع بروتوكول إن شاء الله بين مؤسسة أنا ليندا للحوار المتوسطي وهي تابعة لمكتبة اسكندرية، وبين وزارة الثقافة إن شاء الله. إن شاء الله موفقين معالي الوزيرة، بشكر حضرتك على تواجدك معنا. مشاهدينا الكرام، مشاركات متنوعة من وزارات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الثقافة بإبراز الهوية المصرية والثقافة المصرية التي تنال إعجاب كافة الوفود من خلال التواجد في كافة أروقة هذا المؤتمر.